الله يسعد مساكم جميعا مشاهدين الأعزاء، كما عودناكم في كل حلقة سوف يكون لنا لقاء مع شاعر نستعرض ما نستطيع تقديمه من خلال هذا البرنامج إلى قصائد الشاعر الذي حنا نتحدث عنه. البدو في السابق يرسل مع الشخص قصيدة من قبيلة إلى قبيلة، يقول تعال يا فلان أنت وين رايح؟ قال أنا رايح للقبيلة الفلانية. قال نبي نودي معاك قصيدة، لو وصلت الشيخ فلان أو وصلت فلان من الناس عطى هذه القصيدة. قال شنو هي القصيدة؟ قال 1 2 3 عدها عليه، قال عيدها عادها عليه، خلص طباعها تبرمجت خلص صار كمبيوتر. حنا الآن لو يعد عليك السالفة 20,000 مرة ما تحفظها سالفة مو قصيدة. المهم نرجع إلى الشخص الذي أو شاعرنا الذي نبي نتكلم عنه في هذه الحلقة، هو من الشعراء القدامى الشاعر المعروف خلف أبو زويد السنجاري الشمري. طبعا نعرف في هذا الاسم خلف أبو زويد، اسم أبوه ما نعرفه، أنا شخصيا ما أعرفه، لكن نعرف خلف أبو زويد السنجاري الشمري. تميزت قصائده في الجيش وخصوصا الهجن الحمر، ما يركب ذلول الله حمر، إيرات من حمر، إيرات من حمر، إيرات كلها حمر. نجيب لكم بعض مختارات من القصائد التي هي عن الهجن. يقول يوصي ولده اسمه دخيل، يقول دخيل خذ من والدك لك مسالة، مسالة ما يفهم كل رجال. دخيل خذ من والدك لك رسالة، رسالة رسالة ما يفهمه كل رجال، لصار دلوك ما تموح شماله، لصار دلوك ما تموح شماله، ترى الرجال يطوحون على الجال والحمرة تدرك معوشة عياله، والله الرجل يبغى منه بعض الأحوال، لعل رجل شوفته قد حاله، لعل عسى دول عشقته فيها الأبدال، واختار رجع للجيش واختار من عوص الأنضى إزماله، حمرة تورد بك اللي يشالها بلال، خله مع الديان تمشي الحالة اليسار من تلمسة الخشم حمى. كذلك قال قصيدة في ذلك الوقت، طبعا هو متوفي الله يرحمه يرحمه المسلمين أكثر يمكن من 200 عام، قال قصيدة كأنه يتحدث عن وضعنا الحالي، يعني يقول قم سوي راع المعاميل فنجال، كيف ان اللي اجر راس يغدي عماسه، قال وتسير قلت ما من فضبه، وقت على الاجواد ما به وناسه، لو حسايف قامت ابصاع المنكر الناس تكتال، ودلت تباع الجوهره بن حاسه، ولو حسايف لابسه الدرع والشال، قامت تغولها مع عيال البساسة، وراع الجحش كرمكم الله يشرح على جدح خيال، متحيز من فوق درع أو طاسة. لين قال هذا زمانه من توليه أنا ذال وقتا به الحصن يدور الفراسة. أيضا نرجع على قصائد في الهجن، يقول أنا هوى بالي خطأ تسجله، حمرة ودم ثم منسبه لش دادي، حمرة ومذنب عينها تقل غلة يجلب تم المجباس عقب السوادي، لقيلة عوص النظر بلا ظلة، القايلة تسمع قرينه هيدادي، ونجللوا سمر القرب بلا جلة منه تعزيد انظار إلا المعادي، ونجللوا سمر القرب بلا ظلة منه تعزيد انظار إلا المعادي، مع سهلة يا خليف يبحل مدلة فيها ردي الخال ما هو جوادي. كذلك قصد في وحدة اسمها امسيدة وتزوجها وابوها رجال زين وقام يقصد فيه، وفي ذلك الوقت عندما يقصد الشاعر في شخص معين سواء شيخ او رجال طيب مهما صعبت حاجته تهون، لانهم يتدرون عن الشعراء، وايضا الشاعر يسمى لسان القبيلة في ذلك الوقت. يقولون أنه قصد في أبوها أكثر من قصيدة، وأشار عليها أبوها
أنها تزوج أبو زويد وتزوجته إرضاء لأبوها. فيقول يا رأس بلت أنت أدرى من إيده، طبعا هم تفرقوا قبل يتزوجها، يا رأس بلت أنت أدرى من إيده، يعني أنها تضلع وهي ما هي ضالع، يا رأس بلت أنت أدرى من إيده، حمرة على السندة جسور بتوعي، حمرة وتدنى الأسهال البعيدة عمال ما دبت ما مرت عليها القطوع، يا رأس بلت أنت أدرى من إيده، حمرة على السندة قطوع بشوعي حمرة وتدنى الأسهال البعيدة عمال ما مرت عليها القطوع، يا راتبة وصل سلامي امتسيدة حبه مسوم بالضماير افجوعي، يا شبه الراس ذيل اللي تجول بحديدة شقرة اترادي من سكرها الفزوعي، الراس ذيل اللي تجول بحديدة شقرة اترادي في نهار الفزوعي، كل النهار العيد عايد وديدة وانا نهار العيد عيدي دموعي، هنيكم يهل القلوب البليدة، هنيكم يهل القلوب البليدة، ما جربوا حب مهات تردوعي، تجمعوا من كل سموة بديدة وجان البلا من ذهبان أنجوعي. هذه القصائد التي ذكرناها لكم عن الشاعر خلف أبو زويد، وهذه حلقة هذا المساء، نرجو أن استمتعتم معنا في هذه الحلقة. أما الآن جاء الدور العزف على آلة الربابة. تعتمد قتل البرين اعتمادي، ضحيتي اللهب ولا يا مهزمانة، من يشوفه قال منها وهجادي، عندها عن كل عذر من حصنة، وهبتين من عندي خلق العباد، ولا تثنت مثل عود الخيزرانة، الدلاع يزهي سموه والمبادي، هلا
تثنت مثل عود الخيزران، لا تثنت مثل عود الخيزران، الدلاع يزهي سموه والتمر.